الهولندية قال فون دايك في هدف النمسا وكأنه نائم، هل هذا هو القائد؟ محمد كاين نقطة مهمة، اللي حاب يلعب النهائي ويلعب النصف النهائي باش يوصل لهذا الأدوار هذه ما تقدرش تنكيسي 3 بيت يا محمد في المستوى هذا مع النمسا، ما تنكيسيش 3 بيت باسكو غدوه طيح مع منتخب اقوى من النمسا، ما انت هاد لي زيرور يصراو يضربوك برا. مشكله كبيره في الدفاع قاسي سعيد، حتى المقابله ما تشبه مقابله بصح بصح كي توالف قاسي سعيد. شوف في الدفاع، في الدفاع عندهم اكي لاعب نادي مانشستر سيتي، عندهم فان دايك لاعب ليفربول، عندهم ديفري لاعب باريس سان جيرمان، وعندهم ايضا جيرت ويدا لاعب فينور 23 اقحموا لاول مره لانه دامفريز هو الظهير الايمن. صح. شكون المدرب ديالهم محمد؟ كومان يعني تقريبا المره الثالثه هو يمر على المنتخب الهولندي. ثالثه ما كاينش النتائج معاه محمد، ما كاينش النتائج. في المرحله الثانيه كان حقق نتائج ايجابيه قبل ما يمشي للبارسا. لا لا دوري الامم، لا دوري الامم ياخذها هي الحق للنهائي. النهائي وخسر قبل ما نبداو نساو المستوى تاع دوباي. مستوى تاع دوباي في هذه الثلاث مقابلات ما كانش دوباي اللي نعرفوه بالمستوى ديالو. اظن مام اللاعبين راهم مشاركين في المشيغ الكومان، اللاعبين تاني تراهم كاين اللي راهو يقدم مردود جيد، ونص اللاعبين ما راهمش في المستوى. لا شوف كان عندهم اسماء، عندهم غاكبو مهاجم ليفربول، ديباي مهاجم اتلتيكو مدريد، عندهم ايضا مالان مهاجم نادي بوريسيا دورتموند. في الوسط عندهم، في الدفاع عندهم، المدرب موجود عندهم وسط ميدان، عندهم وسط ميدان قوي محمد. عندهم شوف عندهم وسط ميدان متوسط، كي تشوف كي تقارن وسط الميدان تاعهم مع وسط الميدان تاع المنتخب النمساوي تقريبا نفس المستوى. ما عندهم من شوف من منذ قدم المنتخب الهولندي عودنا بوجود اسماء كبيره في وسط الميدان وفي الهجوم. كان عندهم وسط دائما تشوف اللاعبين مرعبين في الوسط وفي الهجوم. شوف كلايفرت اللي كان ماشي زعما مهاجم من الدرجه الاولى، زعما في وقته كانوا كاينين بزاف مهاجمين احسن من كلايفرت. دوكا ما عندهمش لاعب يقترب من نصف مستوى كلايفرت في الهجوم، هذا مثال بسيط برك. اوفر مارس كانوا عندهم بزاف لي جوار محمد، كان عندهم ديفيدز في وسط الميدان، كان عندهم كومان. امين كومان ماذا فعل؟ اختار لاعبين من نادي بي اس في اندوفن. بي اس في اندوفن قدم موسم جيد امين يعني بكل صراحه. خير فيرمان وشوتن، جابهم من نادي بي اس في اندوفن وحطهم في وسط ميدان المنتخب الهولندي، لعل وعسى يكون كاين هذاك التنسيق بين اللاعبين. بالك باللي كان مدرب تاع بي اس في اندوفن، نعم جاز عليه، نعم ويعرف هاد اللاعبين، والمدرب اللي يجوز على فريق يقدر يدي لاعبين من لكن فكره من طيبه انك تاخذ لاعبين من نفس الفريق. بصح لازم يكونوا من احسن اللاعبين اللي يعطيو لك مردود في المنتخب، نهار ما يلعبوش مليح يدوروا عليك، الجماهير تدور عليك ولا كيما يقول لك الفيدرالي يدور عليك. المشكل ما كانش في وسط الميدان، كان في الدفاع، في الكتله. الكتله لكن ثلث اهداف وفون دايك بخطا فرحي لا يرتكبه حتى لاعب الاصغر. هذا فوتبول انا ليا كره قدم يخسروا 11 يربحوا 11 كتله محمد، كتله واش تحاسب واحد محمد سمعني. وفيرمان خرجوا في دقيقه 35 اليوم بسبب سوء المستوى اقحم تشافي سيمون ميدو نهار هولندا. خلينا من هولندا، دوك تا خطره خطرات قلنا باراوخو على جالو اللي خسروا برشلونه مع باريس سان جيرمان، اليوم وقفنا يخسر هذه الفوت فوت كراف اراوخو كيف فان دايك الذي الذي كان ينافس على الكره الذهبيه قبل موسمين او ثلاث مواسم فقط، اليوم يرتكب خطا فادح من مثل هذا في مثل هذا المستوى. شكون هذيك الغلطه اللي خسروا؟ ماشي غير دعنا نستمع لاساطير المنتخب الهولندي. صح انتقدت الاداء، انتقدت كومان، ولكن كل اللوم كان اليوم على فان دايك. هل هذا اجحاف في حق فان دايك؟ هل هو تحامل على فان دايك؟ تبع المنتخب، ولانه ايضا فان دايك عنده مشاكل مع اللاعبين القدامى في احيان كثيره يرد على اللاعبين. صراحه فان دير فارت صحيح لعب في ريال مدريد ولعب في هامبورغ ودار مستمع، لكن مع المنتخب الهولندي هو ايضا في ذلك الجيل كان عندهم جيل جيد مع شنايدر، لحقوا نهائي كاس العالم. لكن فان دير فارت في كل مره يكيل انتقادات لاذعه، تحدث على المنتخب هذاك افضل من هذا، على المدافع المنتخب الانجليزي المبعد ماغواير مسح به الارض، تحدث في كل مره ينتقد فان دايك. عنده فان دير فارت منذ ان تحول الى محلل في تلفزيون
التلفزيون الهولندي في كل مرة خرجته غريبة تجاه لاعبي المنتخب الهولندي وحتى لاعبي المنتخبات الأخرى والأندية الأخرى. دليل أنه مثل ما قلت في كل مرة يتهجم على فان دايك. لكن أنا لست هنا لأدافع على فان دايك وأقول لك بلي فان دايك دار في مباراة المستوى، لكن فان دايك هذا في مباراة المنتخب الفرنسي والدفاع المنتخب الهولندي كان جيد. اليوم هنالك ربما عوامل وأسباب أدت إلى الخسارة بثلاثة مقابل اثنين، لكن يا ميدو لما نشوف النتيجة لكن المنتخب الهولندي هذا هو مستوى. يا جماعة لما نشوف النتيجة 3-2 الهجوم سجل هدفين، المشكلة اليوم كانت في الدفاع، دفاع هزيل وقدم أداء هزليا. يعني جميع هذا الدفاع أصبح أضحوكا، الجميع يضحك على الدفاع الهولندي، يعني أخطاء قاتلة، أخطاء بالجملة، عدم تنسيق، سوء تمركز، عدم احترام تعليمات المدرب. ماذا تقول قاسي سعيد؟ احنا نقول باللي ما نجمش نحمل المسؤوليه الى 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 خط الدفاع الاربع مدافعين، هي المنظومه كلها كانت فاشله محمد. وليو لفان دايك حقيقه الكره القادم اليوم تلعب بالعقل، لازم يكون تفكير عالي وذكاء، ولكن ايضا لازم تكون القوه البدنيه. لما تشوف فان دايك يلعب تقول كانه راه ماشي عرس ولا ماشي عارف لابس كوستيم، يعني ما يحبش يدخل في الصراعات هذيك الثنائيه، ما يحبش يضرب على الكره، يعني دائما يقعد ك نوليو لورا الليبيرو هذا كما كان فرانس بيكامبوور اللي يجي عنده شوازنيغال يدير هو العامل وبيكامبوور يجي ياخذ الكره، ولكن بيكامبوور كان يدير الفرق لما ياخذ الكره. قاسي زايد غياب ديونغ هل اثر بهذا الشكل على المنتخب؟ لا ما نظنش واحد ياثر على فريق، لا بابا كيما ما يأثرش الغياب ما يأثرش خطا على لاعب واحد. كاين حاجه انا بالنسبه لي غياب ديونغ اللي يصنع وعنده اللمسه ديالو كان يخص في المنتخب، ولكن نعاودوا نوليو برك في الكتله ولا في المستوى العالي الهجومي يسجل لك هدفين وانت تتلقى اهداف ثلاثه ولا اربعه، ما تقدرش تتقرب للمنافسه قد ما تروح، تقدر غدوه في ثمن النهائي دير خطا واحد يسجلوا لك هدف لصف تقدر تتليمينا. اظن باللي في المستوى العالي المدافعين ولا وسط ميدان ولا كاع المجموعه لازم يعرفوا كيفاش يلعبوا باش ما يتلقاوش اهداف اكثر من هدف. يسجل لك هدف نقدروا تقدر تعاود تولي، بصح اللي يسجل لك ثلاث اهداف ما تقدرش تعاود تولي في المقابل. توزي ثلاث اهداف اللي تلقاوهم هولندا، الكره منين جات؟ جات من الدفاع؟ لا لا استنى، الكره خرج من الدفاع تاع النمسا وطلعوا بها، وين كانوا المهاجمين؟ وين كانوا وسط الميدان؟ كيفاش هذه الكره ما داروش يعني لحقت بسهوله من الدفاع تاع النمسا حتى الدفاع تاع هولندا؟ هنا كاين مشكل، المنظومه الدفاعيه تاع هولندا غير ناجحه. سؤال جماعي اريد اجابه واحده، هل تعتقدون بان مدرب المنتخب الهولندي الان سينتفض وسيغير التشكيله وسيصلح الاخطاء بدايه من دور ثم نهائي، ام ان هولندا ربما تضحك ميدو؟ نعم ولا عنده تجارب سابقه مع ميدو؟ محال مستحيل. لا المدرب اللي ما يغيرش الافكار ديالو يحب يموت بالافكار ديالو نظن ما ينجحش محمد. نفس الشيء محمد، اللي ما يعاودش يرجع روحه للاخطاء ويعاود يسقم روحه يقدر اتوم ممكن ثلاثتهم لا يثقون في كومان. امين ما انا لا اثق في كومان، زعما يدي لك بياس ثلاثتهم زعما بالشبير دوك يخرج عن السر. ما انا والله ما عندي ثقه في كومان. شوف اللي يغير ويدير افكار ثوريه ماشي داخل المنافسات المعلقه، يقدر داخل المنافسه يغير يدير ثوره ولا مشكل، تغير لاعب او لاعبين بصح باش تغير المنظومه ما تقدرش تغير المنظومه، عندك منظومه ضعيفه. علي لوزيتش في 2014 غير خمس لاعبين بعد المباراه الاولى، حدث ثوره.